وبالطريقة دي أنا كده اتغلبت على مشكلة تساقط ثمار التوت. عالم الزراعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التوت العماني أو التوت الكشميري أو التوت الباكستاني أو التوت الجامبو، أيا كان الاسم اللي سيادتك بتطلقه على نوع التوت اللي حجمه كبير، وأيا كان لون التوت أبيض أو أحمر، عندي مشكلة أساسية ألا وهي تساقط ثمار التوت. عندي طريقتين لتساقط الثمار، أول طريقة فيهم وهي دي المزعجة جدا ألا وهي تساقط الثمار أثناء النمو قبل النضج، بمعنى أصح قبل النضج بنفس الشكل. لو لاحظنا هنلاقي الأرض مليانة توت وكل الثمار بتقع والثمار فيها مشكلة، ما عنديش ثمار على الشجرة، دي المشكلة الكبيرة. السبب الرئيسي لتساقط ثمار التوت قبل عملية النضج وفي مرحلة النمو هو الهواء، الرياح، مو زيادة المية، مش عدم انتظام الري، ملوش علاقة بالري، ولكن هو الهواء. الرياح لما بتقوم وأحجام التوت الجامبو والعماني والكشميري والباكستاني أحجام الثمار ما شاء الله كبيرة، فبالتالي بتقع بسرعة، فدي نقطة لازم أراعيها أثناء عملية زراعة الشجرة. طيب أنا طبيعي زرع الشجرة، هنوصل دي نقطة أنا لو زرع الشجرة هعالج المشكلة دي إزاي. طيب العامل اللي بيؤدي إلى تساقط ثمار التوت بعد عملية النضج عامل طبيعي جدا جدا ومفيش أي مشكلة فيه، وطبيعي ثمرة التوت لما بتنضج بتتساقط، وبيسرع في عملية تساقط الثمرة الهواء. لما الهواء بيقوم فبتكون الثمرة نضجت أسرع إنها تتساقط عن اللي لسه ما نضجتش. طب لو أنا زارع شجرة التوت وشجرة التوت دي في مكان مهب أو مصد للريح هعمل إيش؟ كل اللي أنا هعمله هعمل شبك بنفس الطريقة على أشجار التوت، وبالطريقة دي أنا هضمن إن شاء الله إن أنا أتفادى تساقط ثمار التوت من على الشجرة، والثمار هتنضج وهاكل ثمار توت من على شجرة التوت اللي عندي بنفس الطريقة. بنفس لو انا لسه بزرع ولسه بختار المكان، فيفضل ان انا اختار مكان في جنب سور بنفس الشكل. هنا ده هيحمي الشجر من الهواء، فيكون عندي الشجر بنفس الطريقه كله مثمر وبوضع ممتاز، والهواء مش هيأثر عندي على الثمار، الثمار مش هتتساقط. بالطريقه دي انا كده تغلبت على مشكلة تساقط ثمار التوت. ولو حضرتك شايف انك استفدت من محتوى الفيديو فبالتالي متنساش محمد عيد بدعوة طيبة، ومتنساش تدعمنا بلايك وشير واشتراك. اتمنى من الله ان يكون قدمت لحضراتكم معلومة مفيدة، اتمنى ان الجميع يكون استفاد، ولا تنسوا زكاة العلم التبليغ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.